جد جد أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جاهزين يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب خلك خلك قد التحدي وجاوب واربح وطوف وعدي جاهزين يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب خلك خلك قد التحدي جاوب واربح طوف وعدي فايز ولا خسران معانا تبقى ربحان وما طلعك بس زعلان يعدها لكم سعد كنعان يجيب جوائز من كل مكان تدري تدري اكيد تدري تلعب معاكم شر الخضري جد 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 وبس والله مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج جد ولعب مثل ما تعودنا يطلع عليكم جميع أيام أسبوع أسابيع شهر رمضان المبارك من بعد صلاة المغرب يا خوفي تطلع مصيبة على العدالة الاي تي في اليوم احنا موجودين عشان نقرقع في سيتي سنتر السالمية سوق السالمية احنا نقول عنه السوق الحمر اليوم الفعاليات حلوة الجماهير نار الأطفال مبسوطين ومستانسين بس عندنا أسئلة لازم نطرحها ولازم نلاقي ناس يجاوبون عليها إجابة صحيحة عشان يفوزون بالجوائز اللي قدموا لنا إياها الرعاة خلنا نطلع نشوف شنو أول أسئلتنا ومع منو ومنو اللي بيجاوب جواب صح وإن شاء الله ما تنقطع علي قطات شايدة ادعني يلا يا جماعة شباب الله يسامحك لا مو كذي قصدي يا ناصر بردح حكي لي بالتفاصيل تعالوا 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 مو غششت هي صرخت السؤال اماني يا خالي ليش ما جاوبتي اماني يا خالي شنو هاي شبيك السؤال خلينا نقول عنه فني يخص المسرح الكويتي اللي انا طبعا من عشاقه بو حمود وشعب الله كانوا لسنين طويلة ادوتوا من اروع الدوهوتات اللي في المسرح يا كرهك انتي ويا لعنك ودي ذبحك قطعوا فترة والحين راجعين وبقوة في هذا العيد اخر مسرحية بينهم كانت سوبر ستار في اي عام كانت خلنا نطلع نشوف المشاركة اللي ويانا هني ذمتك تلومني فيها لا والله ما تلام ما تلام فيها الله شنو هذا شنو هذا بنتو بنتو سلام عليكم عليكم السلام مساك الله بالخير مساء الفل كل عام وانت طيب وانت بصحة وسلامة شارك معي تفضلي يعني لازم انت تقول عشان صولي يمكن ما يبي يصب لي الريال لا صب لك كل سنه وانت طيبه طيب كل عام وانت بخير كل طيب. سنه وانت طيبين انت طيب يا رب الله يديم طيب. على الكويت الصحه آمين. والعافيه انت هذا قرقعانك يعني أه؟ هذا القرقعان مالك لا ايوه اكيد طبعا ايوه اكيد طبعا عدلتك قرقعان وفينتو ومهرجان الله يرضى لي عليك انت مجنون يا انت كل سنه طيبين وانت طيب عندي لك سؤال تعرف تعرف الفنان طارق العلي اسمع عنه تسمع عنه ولا تعرفه؟ اعرفه تمام بس يعني كان مش... كان بيمثل مع فنان عندنا اسمه شعب الاستاذ شعبان شعبان شعب الله واستاذ طارق افترقوا عن بعض في المسرح وهالسنه ان شاء الله بيرجعون اخر مسرحيه مثلوها كانت سوبر ستار في اي عام؟ سوبر ستار يعني في 2006 غلط شكرا يعطيك الف عافيه الله يعافيك حياك الله بس ربحت ويانا هذا القرقعان من اهليه قرمي وكل عام وانت طيب وانت طيب يا رب تسلم يا رب حياك الله حياك الله يطنطر ستانت ولا مش ستانت وهتعمل لي فيها غبيه زيك الله يسلمك عامل ايه كل عام وانت طيب طيبه وخير تشارك معايا ان شاء الله الواد ده بيبص لي كده ليه الاستاذ طارق العلي والفنان شعب الله تعودنا عليهم بدويتوهات في المسرح انقطعوا عن بعض فترة وهالسنة إن شاء الله راجعين آخر مسرحية كانت بينهم قبل الرجوع هذا كانت في أي عام؟ كانت في أي عام؟ صراحة مش عارف مش عارف خمن ما أنا خمن عشوائي كده عشوائي كده
الفنان شعبولة ميت من حوالي تقريبا 5 سنين. لا لا لا، شعبولة الكويتي مش شعبولة المصري. انا قلت شعبولة. شعبولة الكويتي مش المصري. طب اقول رقم عشوائي وهي وخلاص. وهي وخلاص. 2014. غلط، شكرا، يعطيك العافية. هذا القرقعان من أهلية قرمية، حياك الله. والله أنا كان قلبي حس إن أنت نصاب يا بؤو. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. الله 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 الله. خلي 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 شارك في المسابقة. مساكم الله بالخير، كل عام وأنتم طيبين. شاركوا معي. الله يسلمك. من وين؟ مصر. مصر. مصر، اهلا وسهلا باهل مصر. من وين من مصر؟ القاهرة. من القاهرة. اجدع ناس. من سوهاج. اجدع ناس. الله يسلمك. قول من وش السعادي؟ السؤال يقول: نعرف الفنان الجميل طارق العلي. نعم. نعم. ونعرف الفنان الكويتي الجميل شعبولة. شعبولة الأسمراني. نعم. اثنينهم كانوا دويتو جميل على المسرح، انقطعوا فترة ورجعوا هالسنة إن شاء الله في مسرحية. آخر مسرحية كانت بينهم اسمها سوبر ستار، في أي عام كانت؟ 2019. خطأ. 2018. خطأ. شكراً، يعطيكم العافية. هذا القرقعان مقدم لكم من أهلية غورمية، وكل عام وأنتم طيبين. شكراً، حياكم الله. اللي أدب ياخد الجزم على دماغه، بس إحنا برضه متربين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. بخير. كل عام وأنت طيب. طيب. شارك معي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ولك انت ايش سويت؟ ولك هاي بوكس واحد عدلتها، هلا تعطيها ابو محمودي شو يصير بيها؟ الفنان طارق العلي والفنان شعبولة تعودنا عليهم على المسرح، دائما يقدمون مسرحيات جميله مع بعض. هذا الحكي قبل، بعدين قطعوا عن بعض. تمام. الحين ردوا هالسنه بالعيد مسرحيه. اخر مسرحيه سواها مع بعض كانت في اي سنه؟ اللي هي سوبر ستار تقريبا بالالفينات كانت. اي حلو، قربنا. أي سنة؟ 2006 2007 تقريبا. خطأ. شكرا، يعطيك العافية، حياك الله. هذا القرقعان مقدم من أهلية غورمية، وكل عام وانت بخير، حياك الله. أنت مسؤول مكافحة مبيدات الحشرات ولا شنو؟ أشوف المشاركة الجميلة اللطيفة اللي قاعد تشارك ويانا هني. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. طيبة. وانت طيبة صح. نعاد عليكم صحة وعافية. علينا وعليكم. ها يا يا تنقين كنا. حق القرقعان. حق القرقعان. إن شاء الله. ضروري. حلو. إن شاء الله حق اليهال. إي الله يطول لك بعمرهم ويفرحك فيهم ويبلغك فيهم وعلى الله يخليكم إن شاء الله. شاركي معي. كيفك؟ لا أنا أبيك تشاركين معي. يلا إن شاء الله أشارك. لا غلط، مو صح، صح لا غلط. السؤال يقول: فنان طارق العلي والفنان شعبولة تعودنا عليهم على المسرح مع بعض. صح. صح؟ صح. حلو. قطعوا فترة والحين إن شاء الله هالعيد بيرجعون مع بعض. آخر مسرحية كانت بينهم في أي سنة؟ يعني 2000 وشيء. 2000 وشيء. كانت سوبر ستار. إيه 2003 يمكن 4. شو 3. 2003. إجابة صحيحة. عطر يا حبيبي خوف عبيدي، عطر يا حبيبي خوف عبيدي. عليك بالعافية. أول هدايانا هذا القرقعان مقدم من أهلية غورمية، رقمهم 6699-4-1-3. أجوان أنواع مكسرات القهوة البهارات والحلويات، مكانهم بسواق القرين بجانب سوق العايش. هذا كم لي تجهيز القرقعان إن شاء الله. وأطيابي مرشود يقدمون لك هذا العطر المميز اللي كلنا نحبه من أطياب. بعلق لك اياهم هني يمه زين. يلا، هذا من أطيابي مرشود الغني عن التعريف. اما عندنا هذا الكوبون من المستشفى الدولي لجلسات مجانيه 1811371 رقم تليفونهم. وعندنا كذلك من عسل 3 بيز، العسل الطبيعي ذو الخواص المناعيه والعلاجيه، الحائز على المركز الثاني عالميا، رقمهم 9016 50. عليك بالعافية. وعندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من هيربل سبا الغني عن التعريف. تروحين أقرب فرع اللي تدلينه وتروحين تستمتعين حيث الراحة والاستجمام والاسترخاء. عليك بألف عافية. وكذلك عندنا من شنو من شنو من مسابيح. ها انتي انتي جاية بروحك ولا معك أحد؟ لا سايق. سايق؟ حلو، اهم شيء السايق، نضيع بدون السايق احنا. المليفي مسابيح، المليفي مسابيح ابو عدنان للكشخه عنوان، رقمهم 90962 90 6.
عليكم بالعافية. وعندنا هذا الكوبون مقدم من نادي دبليو لكشري جيم النسائي مكان بسلي الجهرة، اشتراك مجاني، رقمهم 50-2-41-80. هذا بالجهرة عاد يا ينفعك يا ما ينفعك كيفك عاد وزعي معرفتك انت. وعندنا هذه القطعة المميزة من مجوهرات NG جولاريز، رقمه 562-5782-3 او NG_jewelries2022. بالعافية. عندنا كذلك هذا كوبون مقدم من مطعم أبتايت ريستورانت، مطعم إيطالي، قدموا لك دعوة لعشاء فاخر، رقمهم 5566-8878، موجودين بالمهبولة مجمع الوقف رصيف على الطريق الساحل. وعندنا من أمل الكويت، منو ما يعرف أمل الكويت؟ جمعيتنا فيها موجودة؟ زين، الأفرع منتشرة في كل أنحاء الكويت وكلنا ندل مكانهم، الغني عن التعريف بعد. وعندنا من بارس مود بيوتي سنتر، مركز تجميل نسائي، قدموا لنا خلطات. قناة عرض. احنا العدالة الاي تي في. عدالة. عدالة. عندنا هذا الكوبون مقدم من صالون تجميل بارس مود بيوتي سنتر، رقمهم 662-2040 او 3512-8811، مكانهم بالسالمية شارع حمد المبارك. بالعافية. عندنا كذلك هذه الهدية مقدمة من نظارات العسلي مكانهم بالفروانية وخيطان، رقمهم 24712-6626. عليك بالعافية. وعندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من ابتسامة كلينيك، كوبون تنظيف ذهبي بقيمة 100 دينار، رقمهم 9562 أو 942-227، مكانهم في السالمية وصباح السالم. هذا الكوبون مقدم من استراحة الخزامة، كوبون لحجز، رقمهم 693-3957 أو خزام.1 عن طريق الإنستغرام. عليكم بالعافية. وهذه الهدية مقدمة من طيف الإمارات للبخور والعود والأطياب والعطور، موجودين في ذا جيت مول في العقيلة، فرعهم الوحيد من أجود أنواع العطور والبخور. أما من عندنا لابوتي كلينك عيادة، يقدمون لك استشارة طبية وأشعة وتنظيف أسنان كذلك. هذه القطعة المميزة من حنين فاشن أو أزياء الحنين أو دراريع الحنين، من أجود أنواع الدراريع، رقمهم 99001782 أو 226522-82، حنين فاشن 2014 على الإنستغرام. شكرا دراعات الحنين على قطعكم المميزة. أما هذا الكوبون مقدم من شركة ديفند لتنميع وقاية السيارات بقيمة 50 دينار لكافة الخدمات، مكانهم بالري خلف مجمع الأفنيوز، رقمهم 4684454. وكانت هذه هدايانا. شكرا، ما قصرتي، حياك الله حبيبتي، كل عام وانت بألف صحة وسلامة، الله يخليكم حبيبتي، ما قصرتي. 2003 هي السنة اللي تمثلت فيها مسرحية سوبر ستار، آخر مسرحية كانت بين شعبولة والدكتور طارق العلي، وهالسنة إن شاء الله عندهم مسرحية مع بعض ورجعوا بالسلامة. حبيبتي حياك الله، حياك إن شاء الله، تموتين كل سنة إن شاء الله. آمين يا رب أجمعين. خلينا نطلع نشوف السؤال الجاي شنو بيكون ومنو اللي بيشارك معك. نطلع نشوف المشاركة الجاية، هل راح تعرف إجابة هذا السؤال اللي مختص في عالم الحيوان، سؤال مفضل بالنسبة لي. حياة الله، السلام عليكم، مساء الله بالخير، كل عام أنت طيبة. بخير يا رب. عندي لك سؤال يقول ليش خليتيها وش اسمه ورحتي لبوعد؟ تعالي سلمي. كل عام انت بخير. انت بخير بألف خير. شو اسمك؟ لمار. لمار، عشت لسامي يا لمورة. كل شيء تعرفين يا الملعونة. عندي لكم سؤال يقول ما هو الحيوان عزك الله الذي يلد من فمه؟ حصان البحر؟ لا، هو نوع من انواع الاسماك بس ما صار بحال. شكرا، يعطيك العافيه، حياك الله. بس عندنا قرقيعان من الاهليه قرى، حياك الله، كل عام وانتم بخير. على فكره ايه ده حياك الله، شلون؟ هلا والله، كل عام وانتم بخير، يعطيك العافيه. شارك معي ان شاء الله. شو معلوماتك؟ والله وسط وسط. المحبه من الله، انا اول ما شفتك حبيتك. الله يسلمك، طيبك يا عمي. ما هو الحيوان عزك الله الذي يلد من فمه؟ يلد؟ هو نوع من انواع الاسماك. اسماك؟ مش ما اعرفه، هو نوع نفس الشفاط اللي يكون اللي اسمه ما اعرف اسمه والله بالضبط.
انت يا تفكر بمخك يعني انت قبل وين تفكر؟ مو ما تعرف شنو البحر اللي كان شفاف حيط؟ اسمه؟ ما اعرف ما اعرف. شكرا حساك على القوه يعطيك العافيه. يا احسن لك لا تعرفه. ساتش الله بالخير. كل عام وانتي طيبه. بخير. شاركي معك ان شاء الله. حلو. السؤال يقول ما هو الحيوان عزك الله الذي يلد من فمه؟ سمك العرمود. هو سمك؟ ايه سمك بس مو عرمود. عرمود صح؟ يعني انت تعرفين الاجابه مخليتها تجاوب ليش؟ بالعرمود. كرموت. كرموت كرموت. انت صح. ايه بس لا تعطينها ولا جائزه ولا شيء. ولا جائزه تعطينها. ما تطلع وياي وما تاخذ شيء. لا لانه ما غششتيني. انا يعني معاها يما فستي في اول هدايانا هذا القرقيعان من اهليه قرميه. عليك بالعافيه. اجود انواع المكسرات القهوه بارات والحلويات. رقمهم 6699-4-13. مكانهم في اسواق القريم بجانب سوق العايش. اسواق القريم. اما من اطياب المرشود. شكرا. الغني عن التعريف يقدموا لك كذلك هذا العطر. عندنا هذا الكوبون مقدم من فيكسي. قدموا لك كوبون اشتراك مكانهم بعرضيه حرفيه. رقمهم 9-5636. عليك بالعافيه. عندنا كذلك من عسل تريبيز العسل الطبيعي ذو الخواص المناعيه والعلاجيه. رقمهم 9156. شكرا. بالعافيه. كذلك هذا الكوبون مقدم من لابوتيك كلينك. رقم ما في رقم هم ايه يقدمون استشاره طبيه واشعه وتنظيف اسنان. عليك بالعافيه. مسابح ابو عدنان الكشخه عنواني. يقدمون لك هذه السبحه. رقمهم 9-9-6-2-9-6. عليك بالعافيه. اما هذا الاشتراك المجاني مقدم من نادي دبليو لكشري جم النسائي مكانهم بسلي الجهره. رقمهم 50-2-41-80. عليك بالعافيه. استراحه الخزامه رقمهم 6-9-3-9-5-7 او انستغرامهم خزام.1. يقدمون لك هذا الكوبون وهذا الحجز. اما من امل الكويت الغني عن التعريف اللي كلنا نحبه نقص تشيس يقدمون لك هذا العطر. عليك بالف عافيه. كذلك هذا الكوبون مقدم من المستشفى الدولي جلسات تنظيف بشره. رقمهم 1-8-1-3-7-1. كل عام وانتم بخير. عندنا هذا الكوبون مقدم من عيادة الميدان لطب الأسنان. تبيض أسنان بقيمة 110 دنانير. مكانهم منتشر في كل أنحاء الكويت. رقمهم 1-8-2-3-2-2. عليك بالعافية. كذلك هذه الهدية مقدمة من الدكتور طارق العلي أبو حمود. يقدم لنا عطر رويالتي طارق العلي دوت براند عن طريق السوشيال ميديا. وهذا العطر. عليك بالعافية. دغيا. شكرا. عندنا بعد من ما خلص مستعيلة. ما تبين تبينا تاخذين الباج انت؟ هيربل سبا. هيربل سبا الغني عن التعريف يقدم لك هذه الجلسه مجانيه. تروحين اقرب فرع اللي تدلينه وتقدمين لهم هذا الكوبون وتستمتعين حيث الراحه والاسترخاء. فارس موجي بيوتي سنتر صالون نسائي يقدم لك خلطات طبيعيه. رقمهم 6-6-20-40-45-12-8-11. هذا تليفون تشيرن نغمه رمضانيه ما شاء الله طقم التليفون مع الدراعة مع كل شيء. ردي إذا مهم ردي انطرش. مو مهم الهدايا أهم. زين صريحة مركزة على أهدافها. مش كل يوم أبتايت صح ولا لا؟ أبتايت ريستورانت مطعم إيطالي يقدموا لك دعوة لعشاء إيطالي فاخر. مكانهم بالمهبولة مجمع الوفا سيف. رقمهم 5-5-6-6-8-8-7-8. عليك بالعافية. باتول فاشن سنتر للبشوت والعبي النسائيه يقدمون لك هذه القطعه المميزه. رقمهم 6-6-1-1-0-20-7. شنو هذا كله مسمك القرموط. زين وعندنا هذا كوبون من شركه ديفند لتلميع وقايه السيارات. كوبون بقيمه 50 دينار لكافه الخدمات اللي تقدمها الشركه. مكانهم بالري خلف مجمع الافنيوز. رقمهم 4-6-8-4-5-4. خلصنا كذي وكانت هذه هدايا. شكرا. شكرا كثير لك. الله يعطيك العافيه. وانت بخير وصحه سلامه. اذا سمك القرموط هو المخلوق او الكائن الحي الذي يلد مو يلد يلد ولا يبيض يلد من فمه مو من كله من حلجه. ما ادري يولد يبيض ما نسيت. المهم خلينا نطلع نشوف السؤال اللي جاي شنو بيكون ومن راح يجاوبه. جد 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 او لعب جد 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 جد
المشاركه اللي ويانا هني. مساك الله بالخير محمد حسن. مساك الله بالخير. اهلا وسهلا. كل عام وانت طيب. وانت بصحه وسلامه يا رب. شارك معي. تفضل. شكرا. زاد طمرك. يا مالك مالك مخستك كده مش تكف. اول بريد الكتروني تم ارساله في اي عام؟ بالنسبه للعالم كله يعني. اول بريد الكتروني مش متاكد قوي بس اعتقد ممكن 1970. اجابه خطا. شكرا يعطيك العافيه. هذه الهديه مقدمه من اهليه غورميه قرقعان. شكرا حياك الله. شغل دي شغل بصل دي شغل دي شغلها. السلام عليكم. مساك الله بالخير. الله يخليك صارت قلب النور. كل عام وانت طيب. وانت طيبة ان شاء الله. شارك معي. تفضلي. زاد فضلك. مساك الله بالخير. يا هلا وراك يا اخوي. السؤال يقول ان شاء الله اعرفها. ان شاء الله يا رب. في اي عام تم ارسال اول بريد الكتروني ايميل؟ ايميل اول مره بالعالم. من الكويت ولا بالعالم؟ بالعالم. بالعالم. في اختيارات ولا ما في؟ ما في. يعني بال2000 كذي ولا فوق تحتها؟ شلون بال2000 شلون؟ ها؟ لا 2000 اوريدي في كمبيوتر وفي ميل وفي ماسنجر وفي كل شيء كان يعني يوم. تحت يعني 1975. إجابة غلط. شكرا. عساك على القوة. حياك الله. هذا القرقعان من أهلي قرمي. حياك الله. إيش بهم البدو كذا؟ السلام عليكم. السلام. مساك الله بالخير. هلا حبيبي. كل عام وانتي طيبة. انتي بصحة وسلامة. نعاد عليك يا رب. آمين. شاركت معي المسابقة؟ سؤال سهل. إن شاء الله إنه سؤال سهل. يا دافع البلد. إن شاء الله. السؤال يقول متى تم إرسال أول بريد إلكتروني في العالم؟ أي سنة؟ ايميل. شفتي الايميلات؟ ايه. اول مره يندز ايميل سهل. بالعالم. هذا سهل. شيء ريسنا. تدرين ثلاثه جاوبوا كلهم مقربين من السنه بس مو عارفين. اذا ما في اختيارات ما في. اول بريد. ايه اول بريد الكتروني 35. شنو اللي 35؟ 1935. والله ما صدقت. فوق يعني. ايه عارف ما عارف. بالثمانينات يعني. شكرا. خلاص ساعتك على القوة. هذا قرقعان من أهلية قرمي. حياك الله. خل نشوف المشاركة اللي ويانا هني. السلام عليكم. عليكم السلام. ساعتك الله بخير. هلا مساك الله بالنور والسرور. طيبة وانت بخير وصحة وسلامة حبيبتي. صدق والله العظيم صدق. عندي لك سؤال يقول في أي عام تم إرسال أول بريد إلكتروني في العالم؟ العالم ولا بالكويت؟ العالم كله. بالسبعينات هو. حلو قربتي. حيل قربتي. حيل. والواحد والواحد الله 1971. أخيرا. صدقتي والله العظيم. الحمد لله. صار سنة أفتر أقول منو بيجاوب على هالإجابة الصحيحة. ألا يا شيخة الملعب ألا يا قايد الغزلان. أهلية غورميه يقدمون لك هذا الكوبون أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات والحلويات. رقمهم 6699243 مكانهم أسواق قريم بجانب أسواق العايش. أما هذا العسل مقدم من عسل 3 بيز للخواص المناعية والعلاجية. رقمهم 9156 الحائز على المركز الثاني عالميا. هذا الكوبون مقدم من شركة فليكس لغسيل وتمييع السيارات. نحن ننظف بقوة هو شعارهم. رقمهم 9090-16-13. كل عام وانتي بخير. وعندنا من أطياب السعيد هذا العطر طبعا غني على التعريف. رقمهم 551-922-84. وعندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من عيادة الميدان لطب الأسنان تنظيف أسنان. رقمهم 188-33-22. ومن مسابيح بعدنا للكشخه عنوان مسابيح المليفي يقدمون لك كذلك هذه. ايه شفتي زين الاهل الزين. عندنا من فارس مود بيوتي سنتر جلسات خلطات طبيعيه صالون نسائي مكانه بسالميه شارع حمد المبارك. رقمهم 6620-40-35-1-2-8-11. عليك بالعافيه. اما من لابوتي كلينك يقدمون لك استشاره طبيه اشعه
وتنظيف أسنان. عليك بالعافية. بي دي بيرفيومز للعطور، مكانهم في الأفنيوز، اسم المحل قصر الكهرمان بجانب أطياب المرشود، رقمهم 69 67 62 1. عليك بالعافية. وهذا الكوبون مقدم من استراحة الخزامة، رقمهم 69 39 57، حجز عندهم، وخزام دوت واحد في الانستغرام. عندنا هذا الكوبون مقدم من مطعم هلا جون شيف سعد، كوبون اشتراك رقمهم 66 67 568. وكذلك من بتول فاشن سنتر للبشوت والعبي النسائية، يقدمون لك هذه القطعة المميزة، رقمهم 66 11 02 07. عليك بالعافية. كذلك هذا الكوبون مقدم من أبيتايت ريستورانت، مطعم إيطالي فاخر، دعوة عشاء إيطالي فاخر، مكانهم في المهبولة على طريق الساحل مجمع الأول شاسيف، رقمهم 5566 8878. وبس كذي تمام. وكانت هذه هدايا. كل عام حبيبتي وانتم بخير وصحة وسلامة. عليكم أجمعين حبيبتي. حياك الله. وكان هذا سؤالنا الأخير، سؤالنا الأخير. انتهت حلقتنا لليوم. شكرا سيتي سنتر لاستضافتكم سوق السالمية وسوق الحمر. شكرا لكل اللي شاركوا ويانا في الحلقة. وبس والله تابعونا باكر في حلقة جديدة من جد ولعب. وبس والله باي. جاهزين يلا يا شباب، هذا سؤال وعطني جواب، خلك قد التحدي، جاوب واربح طوف وعدي. فايز ولا خسران ما عاد تبقى ربحان، ومطلعك بس زعلان. يعدها لكم سعد كنعان، يجيب جوائز من كل مكان، تدري اكيد تدري، تلعب معاكم شر الخضري. جد 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 ولعب جد 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 جد.